مرحبا متابعينا الكرام، اليوم الحرامي النشال وضع صورة هولك على الكلب الذي يحرس بيته، هديك الدور وضع صورة سبايدر مان، واليوم وضع صورة هولك. زي ما انتو شايفين هاي بيت الحرامي النشال، وهولك حاطه على باب بيته علشان يتحدى هولك. احنا قلنا الحرامي النشال اذا ضلوا على هذه السياسة سبايدر مان هينتقم منه. كل هذا علشان يحرس سمكاته، زي ما انتو شايفين عنده 4 سمكات، السمكة الأولى اسمها لارا، والسمكة الثانية اسمها ناما، والسمكة الثالثة اسمها ميس، والسمكة الرابعة اسمها شاكيرا. هذه أسماء سمكات سبايدر مان أو الحرامي النشال، هن كانن تعود سبايدر مان والحرامي النشال سرقهن منه زي ما انتو شايفين. وهي الكلب من زاوية تانية، انا مش عارف ليش الحرامي النشال بيعمل هيك. يعني الحين لو اجاله هولك ايش هيساوي الحرامي النشال، ايش هيساوي؟ فانا بقول للحرامي النشال سيبك من الكلام هذا وسيبك من هولك، هولك ان اجا هيوكلك اكل، هولك إن أجا هيأكلك أكل.